ماعز الهيمالايا. يعيش ماعز الهيمالايا في الهيمالايا وجنوب الهند وجنوب شرق المملكة العربية السعودية، ويتغذى بشكل رئيسي على الحشائش. من أوصافه أنه مغطى بمعطف صوفي كثيف مع فراء سفلي ناعم. هذا الفراء تزداد كثافته في فصل الشتاء، أما في فصل الصيف فيفقد الكثير من فروه ويصبح لونه أفتح. من سلوكياته أنه حيوان حذر، يمضي فترة راحة الظهيرة في مكان عال ليأمن من الأعداء،